بالنسبة للأحداث اللي حصلت امبارح في المحافظات، تم تدشين مبادرة خير شبابنا لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطن في البحيرة، وكمان تخصيص 3,500,000 جنيه للجوائز العلمية في جامعة دمياط، وأخبار تانية مهمة في كفر الشيخ والقليوبية وكمان من اسكندرية. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من القليوبية اللي تم فيها اعتماد 178 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات على مستوى المحافظة، وده في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية وتوفير حياة كريمة وأمنة للمواطنين. امبارح مجلس جامعة دمياط خصص 3.5 مليون جنيه قيمة الجوائز العلمية بالجامعة من صندوق البحوث المركزي بالجامعة، وده علشان الزيادة المستمرة في عدد البحوث المنشورة من أعضاء هيئة التدريس. في البحيرة تم تدشين مبادرة خير شبابنا اللي بتتضمن توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطن، وعلى رأسها اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين. المبادرة هتطلق سيارات محملة بالسلع الغذائية في كل القرى الأكثر احتياجاً والأماكن النائية بنطاق المحافظة. امبارح محافظة كفر الشيخ أعلنت إنه بيتم إنشاء عدد من المحاور لربط شرق وغرب العاصمة، وكمان ربط الطريق الدائري الشرقي بالدائري الغربي، وتوسعة امتداد شارع صبر القاضي المار بسوق الجملة والممتد لقرية محلة موسى ومنه لسخة، وكمان بيتم دلوقتي إنشاء كوبري بالقنطرة البيضاء للقضاء على التكدس المروري. امبارح كمان أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية إنشاء مركز تكنولوجي لربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة، وده بهدف تحويل نتائج البحوث لمنتجات ذات قيمة اقتصادية ونشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.